السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثامن. رح نشرح اليوم درس الطراز الشكلي والجيني لمادة العلوم العامة. أول إشي نتذكر إحنا اللي أخذناه في الدرسين السابقين، حكينا عن مفهوم الوراثة اللي هي انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، وأيضا حكينا عن الصفة النقية هي الصفة المتماثلة الجينات. حكينا شو يعني متماثلة الجينات، يعني تكتسب من الأم ومن الأب، زي مثلا لون العيون وغيرها من الصفات. ثلاثة، الصفة الغير نقية هي الصفة الغير متماثلة الجينات، أي تكتسب من أحد الأبوين فقط، يعني تكتسب مثلا من الأب ولكن ليس من الأم، فتكون الصفة زائدة ولكن غير نقية. وكمان حكينا عن الرموز، رح نرجع نستذكرها من أول وجديد. ما هو الطراز الجيني؟ الطراز الجيني هي الصفات الوراثية التي يحملها الفرد على شكل جينات ويرمز لها بحروف كبيرة وصغيرة، زي ما حكينا في الدرس اللي سبق أنه أنا برمز للصفة السائدة النقية برموز معينة غير عن الصفة السائدة الغير نقية، ورح نرجع نتذكرهم كمان شوي. مثال، يرمز لطول الساق في نبات البازلاء بالحرف تي، ممكن نرمز بأي حرف بدنا إياه، وقصير الساق بالرمز تي سمول، فإن الطرز الجينية المتوقعة هي شو رح ينتج عنا؟ طويل الساق نقي وطويل الساق غير نقي وقصير الساق. إذا كان عندي طويل الساق نقي، كلمة نقي يعني اكتسب الصفة من الأم ومن الأب، يعني رح تكون الاثنين حرفين كبيران. طيب هسا إذا كان طويل الساق غير النقي، يعني رح يكون عندي حرف كبير وحرف صغير، لأنه اكتسب الصفة من أحد الأبوين، يعني الصفة موجودة عند أحد الأبوين فقط. وقصير الساق يعني رح يطلع بالصفة السائدة اللي هي قصر الساق وليس طول الساق، رح تكون رح نخدها على إنها صفتين متنحيتين، يعني من الأب ومن الأم، فبتكون عندنا صفة نقية. إذن الطراز الجيني رح يكون عندي طويل الساق نقي، رح يكون عندي حرفين كبيرين، أو طويل أو قصير الساق نقي رح يكون عندي حرفين صغيران، وطويل الساق غير نقي أي اكتسب الصفة من أحد الأبوين دون الآخر. ثانيا بدنا نعرف شو يعني الطرز الشكلي. طبعا احنا حكينا بالدرس السابق أي صفة وراثية بتظهر على شكل الكائن الحي أنا بسميه طراز شكلي، يعني الصفة الوراثية اللي ظهرت في شكله. إذن هي الصفة الوراثية التي تظهر على شكل الكائن الحي، مثل الطول، لون العيون، ولون الأزهار في النباتات. طيب بعد ما خلصنا شرح الدرس، طبعا هاي المعلومات الرئيسية اللي احنا نعرفها، بدنا مع بعض نحل التمارين والمسائل الموجود في الكتاب. رح نبلش أول إشي بمشكلة تحتاج الحل، صفحة 21 من الكتاب. المشكلة بتحكي صفة اللون، صفة الصوف الأبيض سائدة في بعض أنواع الأغنام على صفة الصوف الأسود، يعني لون الأغنام بالمجمل لونها أبيض، لون الصوف لها أبيض مش أسود، إذن الصفة السائدة هي اللون الأبيض، والصفة اللي نحكي المتنحية هي اللون الأسود. كيف يمكن لصاحب هذه الأغنام أن يقلل من ظهور الأغنام ذات الصوف الأسود؟ ما بده إياها يكون عنده أغنام ذات صوف أسود، بده إياها كلها صوف أبيض. كيف إحنا عن طريق الوراثة ممكن نساعده؟ الحل رح يكون عن طريق اختيار الأغنام ذات الصوف الأبيض وتزويجها من بعضها، وهذا الزواج رح يظل يتكرر مع الأجيال السابقة يعني الجديدة للحصول على صفة الصوف الأبيض النقية. طيب بعديها رح نحل التقويم والتأمل، صفحة 22. السؤال الأول بحكي لنا في طيور الببغاء جين لون الريش الأخضر، إذن جين لون الريش الأخضر يعني لون ريشها أخضر، ورمزنا لها بحرف جي كابيتال، سائد على لون الريش الأزرق، إذن الريش الأخضر هي الصفة السائدة، الريش الأزرق هي الصفة المتنحية. طيب إنه عندي صفة سائدة رح أرمز لها برمز بحرف كبير، وعندي صفة متنحية رح أرمز لها بحرف صغير. المطلوب منا إن نحدد الطرز الشكلية
الشكلية الجينية لكل من الرموز الجينية التالية. طيب أنا عندي رموز جينية، من خلالها رح أقدر أحدد إيش هي الطرز الشكلية. أول واحدة عندي جي كابيتال جي كابيتال، فرح يكون عندي الطرز الشكلي أخضر نقي، لأنه حكالي بالسؤال إن صفة الجين اللون الأخضر النقي سائد. طيب عندي جي كابيتال جي سمول رح يكون سائد لكن غير نقي، يعني رح يأخذ اللون الأخضر من الأم مثلا أو من الأب، من أحد الآباء ليس من كلاهما. عندي جي سمول، جي سمول رح يطلع عندي لون أزرق لأنه هي عبارة عن صفة متنحية كما ذكر في السؤال. السؤال الثاني عندي إجراء تلقيح بين نبات بازلاء أملس البذور نقي. إذن أملس البذور نقي ونبات إيش يعني حكينا أملس البذور نقي؟ يعني من الأبوين، يعني مثلا لو بدي أرمز لها بالرمز بي، يعني حيكون عندي بي كابيتال بي كابيتال، ونبات بازلاء أملس البذور غير نقي، يعني صفة سائدة غير نقية، يعني مأخوذة من أحد الأبوين فقط. كانت جميع البذور الناتجة ملساء البذور، كلها ملساء، يعني الصفة السائدة أملس البذور. إذا علمت أن جين البذور الملساء أس سائد على جين البذور المجعدة أس سمول، فرح يكون عندي الطرز الجينية عندنا طبعا إشي اسمه مربع بنت. مربع بنت رح يكون عندنا مكون من مربع، الأعلى بيكون الأم واللي على الشمال بيكون الأعلى بيكون الأب وعلى الشمال بيكون الأم. حكينا إنه تزاوج نبات نقي أملس نقي، يعني شو أملس نقي؟ وراح حكينا الرمز أس، أملس نقي يعني أس كابيتال مع أس كابيتال، أو حكينا أملس غير نقي يعني أس كابيتال مع أس سمول. بدنا نأخذ حرف من الأعلى وحرف من الشمال في كل مربع أو كل خانة من المربع كاملة. هسا عندي المربع الأول رح أخذ أس كابيتال أس كابيتال، فرح تطلع عندي صفة نقية أملس البذور نقي. طيب نيجي على اللي بجنبها على اليمين، رح نأخذ أس من الأب وأس من الأم، رح يكون عندي شو؟ ايضا املس القرو املس البذور ايش برضه نقي. طيب نيجي للي تحت، رح ناخذ اس كابيتال من اللي فوق، ومن الشمال رح تكون عندي اس سمول، فرح يكون عندي اس كابيتال اس سمول ايضا املس البذور غير نقي، واللي بجنبها على اليمين رح يكون اس كابيتال اس سمول يعني املس البذور غير نقي، فرح يكون بالمجمل جميع الجيل الناتج صفة البذور الملساء هي السائدة. الفرع باء، لماذا لم تظهر صفة البذور المجعدة في الأبناء؟ لأنها صفة متنحية، اتنحت يعني ابتعدت، ممكن أن تكون مخزنة في الجينات تبعتها لكن ما ظهرت على الصفات الشكلية إلها. وهيك يا تامر بنكون خلصنا درس الطرز الشكلية والجينية، ويعطيكم العافية، بالتوفيق للجميع.